تحياتي. يبدو أنه دعوات لزيادة قوة المرأة في عالم كرة القدم عم تلقى صدى واسع جدا. صدمة في عالم اللعبة صنعتها لاعبة منتخب اليابان السابقة يوكي ناغاساتو، اللي مثلت اليابان 12 سنة وخاضت ما بزيد عن 130 مباراة دولية وسجلت 58 هدف. المهاجمة اللي عمرها الآن 33 سنة قررت تلعب مع فريق الرجال وأعلنت انضمامها لفريق اسمه هايابوسا 11 على سبيل الإعارة، وهذا الفريق هاوي مش محترف وبيلعب معه شقيقها أيضا. طبعا الانضمام زي ما حكيت على سبيل الإعارة من فريقها الأمريكي شيكاغو ريد ستارز، وحترجع قريبا لفريقها الأمريكي. يوكي فازت مع منتخب بلادها بلقب كأس العالم 2011 ووصيف 2015، فخبر انضمامها لكرة الرجال لاقى صدى واسع جدا بين المهتمين بكرة السيدات، وقالت على الموضوع: ما بعرف لو كنت حنجح ما بين الرجال، لكن المهم اني بدي اوصل رسالة للجميع بضرورة المساواة بين اللاعبين واللاعبات. هذه التجربة لو نجحت حتكون الاولى بالنوعها على هذا المستوى من نجمات كرة القدم. شقيقها جينكي تحدث عن الموضوع ايضا وقال: هي من 10 سنين بتكرر انه حلمها تلعب مع فريق للرجال، وانا قررت اساعدها. طبعا لازم اذكر انه في وقت سابق من هاي السنة سمح الاتحاد الهولندي لشاب باسمها ألين فوكيما باللعب مع فريق الرجال، لكن كان يعني التأثير الاعلامي اقل. بس بدي اوضح شغلة ايضا مهمة، انه هذه التجارب المفروض هي مجرد توعية وليس سعي لكرة قدم مختلطة فعلا ما بين الرجال والسيدات، لانه لو فكرنا بمنطق شوي رياضات اسهل للتطبيق مثل التنس ما زالت رياضات منفصلة، والطبيعة الجسمانية ما بين الرجل والمرأة بتمنع جدا يكونوا اثنين على ارض الملعب عم بيحتكوا ببعض، لانه فعلا حيكون الموضوع مؤذي جدا للمرأة.